لك، هل يمكنك فحص هذه الرياح وإعطائي خريطة رياح؟ فكرة رائعة إلا، بالتأكيد يمكنني. تظهر هذه الأسهم اتجاه رياح الكوكب المنفوش. حسناً، إذا أردنا اللحاق بجام، ما عليك سوى اتباع الأسهم إلى أسفل. أسرعا حتى نتمكن من الخروج من هنا. لما تفعل جام هذا؟ عادة نفعل كل شيء معاً. أظن أن هذه هي الفكرة. التوأم يحتاجان للانفصال لتكون على طبيعتك وتكون على طبيعتها. نجمي الروعة! لن تصلي إلى النواة، إنها فكرة سيئة حقاً جام. أعلم أنك جام السريعة، وأعلم أنك تكرهين المخلل وأنك لا تخافين. أعلم أننا توأم، لكنني أيضاً جام. نحن مختلفان، لسنا متشابهين. حسناً، آسف. سأغير رمز البرق على خوذتي إلى ديناصور؟ لا، إلى آيلوسور. أجل. انتبهوا! تزداد الحرارة كلما انخفضت. عليكم الخروج من هنا. سليبي، اتبع هذا السهم. إلا، الآن. أو لا، آيلو، F11. مهلاً، هل يعني السهم المرتفع أن إذن هل تكرهين المخلل؟ أكره المخلل فعلاً. لا بأس بذلك، ليس علينا أن نكون متشابهين. هذا صحيح، سوف نكون توأم دائماً، هذا لن يتغير. إذن من سيشارك في الجولة الثانية من لعبة التقاط العلم؟ هذه المرة أنا وجام وF11 ضد سليبي وآيلو وجليتش. سأقوم بهزيمتك يا آيلوسور. لا لا، سأهزمك يا جام السريعة. حسناً إذن اللعبة قد ب